السلام عليكم يا أهلا. تعاملنا مع خواتنا الغاليات قد يكون سببا في دخولنا الجنة. وشلون أول من سكن بالحرم امرأة وهي هاجر، أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم امرأة وهي خديجة، أول دم سفك في سبيل الله دم امرأة وهي سمية أم عمار آل ياسر، ثالث أطول سورة في القرآن. يبارك لهم يا رب، ما شاء الله الفرع فل عن بكرة أبيه. الله يبارك لهم يا رب. انا دائما اسال اصحاب البترول الذهبي، اقول وش هون تسوون اعلانات؟ فروعكم في اغلب مدن المملكه كله شغال زي الحلاوه. قالوا يا ابو ربيع اللي يغيب عن العين يغيب عن القلب، ولا وش هون بيبسي يسوي دعايه كل يوم؟ وهذه فكره ناجحه جدا للي يبغى يحافظ على براند وتوهجه. اليوم البترول الذهبي 300 فرع حول المملكه، خبره 7 سنوات في هذا المجال، جميع زيوت السيارات موجودة عند البترول الذهبي، وناس أنا أعلنت لهم إعلان الأول والله ما جاني أحد يشتكي منه. بسم الله. ترى محتاج ساعات نسية يا أبو أح عبد الله، لأنه تورط بعد الرنج هذول شيء نسية الرجال. الدبابات ما لها ولا حاجة. لا والله ما أدري. أشوف ورا العرب بس والله. هذه حلوه مره. ايش كيف اقولها؟ سعرها 199 ريال يعني قليل فيه. انا ما ادري هذه النايف ولا لا. ابشر. الله يبارك لك يا ابو غناتي. وانا اسف اسف على انه منادوك السروق، انت مكرم ومحشم وامين ولا نزكي على الله احد، مع انك يعني لك سوابق مع عروس الطليان، لكن لا تسبحه ضاع الخرز ضاع. وبغيت المه يا سليمان وزريت، صار الذهب قصدير والورد نعناع انكرت ريحه مختلف يوم شميت. هذه المسبحة سعرها 79 ريال شامل الضريبة والشحن، متوفرة في متجر ساعة وبس. هذه هديتك يا نايف. سلام. هذه تصلح للشباب العزوبية اللي شخصون ولا للشعار؟ أبو غناتي لا شاب عزوبي ولا شاعر، كل الثنتين. قليش موجودة في المتجر، نرفع الشاشة و 79 ريال ناخذها. ليش نسرقها؟ ليش نسرقها؟ تتهمون الناس احسن من سبعة كبيبي. ايه دبابات المغرب كلا محدث كان دباب. انا ترى الدنيا كذا ترجع بس تطور. بالله يا ابو غناتي وش كثر اللي قالوا لك ايش سرق؟ بعضهم يقول سرقت الروس، بعضهم يقول ابجي في مصلح. قال يا ولد، قلت انا ما انتبهت. قال رجال، انا رجال، ترى انت ابو كل رجال لازم راس تبيح. صادق. لا لا مجاب نايف نايف لك دباب كويس. ابشر. والله ما يستاهل، جيب بدر، جيب ولد ولد ولد. زين زين لا تطالبون عندي يا رجل، انتم في محلي لازمكم بحق. وش انا الحقوق هذا اللي شغلتنا حق انتم تطالبون. انت تعرف الحق؟ ابوك ساكن بعرق، لا دبرت حلالك. هاي حد ايش عندك حق؟ ما عندك حق، وانت مثلا ما تعرف حق، انت ما سديت في حلالك. ابشر يا ابو هلال. ابشر. اكلت حبوب الضغط. اخر من يتكلم الحقوق، اخر من يتكلم الحقوق واللي مثل هذا انت. ابشر. طيب ايه حياكم الله يا رجال. حقت عم سعيد اللي عبد الله. تبون تبون العشاء؟ لا ما اي اي يا رجل انا عزوب يا هري. ما لا ما العشاء العشاء بشروبه عند غازي. لا حياكم الله. لا لا ما انا والله ما اقدر احط عشاء غازي يجمعكم. والله ما انا ضرب البيت ده. والله لو تقعدون نمشي وخليكم. تودرنا؟ والله نمشي وخليكم. والله تظلون تتدرجون في الغرفة. والله مشلح على البيت كله. يعني سروق. سروق ولا ولا علي من شيء. وملعون. ايوه استغفر الله. ها. ترى بيجيك علم. يجيني علم؟ يا بدر. الله يرحم والديك. يا رجل اهلي ما فيه ولا عشاء عند غازي. العشاء عند. وانتم ما انتم بجنابنا في رزقكم بينكم بين غازي خلاف؟ ايه. انت يدينا. نعم خرب البيوت والعوار. نعم هذا ما عاد داري جربته في الارض. يدرون انا حالي يا رجيل. ايه عادي انت تجيب عادي عادي والله. ايه العشاء والعلم الطيب. العشاء ليش؟ ليش هو؟
ولد تتقومون ولا دقات سمي اللي ما اكرم فيه اطلع يا رجال الله لا يجود عليك اللهم ماريا مو ضار داخل اللي بنعولك انت وياه طلباب طلباب الله الله بيجود علي ما دريت انا واجي انقلع يا رجال در خلصت مني مشايخ من الصبح دقيقة نقفل الباب وراهم العالم منتهي الحمد لله على كل حال كلهم عزوبي هلي ما في يقولون عشا دوب صلحت لكم قهوة عالم منتهي بس والله ان هذه فيها حق حذفوني بقى هذا فيها حق بس يعني اذا قالوا لي انت ودرت انه اقول انا اطلب حق هذه وهذه فهذه وتروح الامور سهالات بسمك الله ما شاء الله ساعتي سلمت وقهوتي أموري طيبة. صب قهوة.